لكل الصبايا اللي طلبوا مني تمارين شد لكل عضلات الوجه، اليوم رح نتعرف على 3 تمارين. هذه التمارين قادرة على شد الوجه كليا. Let's go نتعرف على التمارين. يسعد اوقاتكم احبتي، بتمنى تكونوا بصحة وخير وسلامة. اللي عم بتابعني اول مرة معكم لبينا رح يحصل على درجة الدكتوراه بالكيمياء التحليلية، خبيرة التغذية العلاجية وبلوجة الشيخوخة وجمال السيدة. واليوم التمرين موجه للسيدات اللي ما بيعانوا من اي مشاكل، فقط حابين يكون وشهم مشدود نحو الخارج، وهيدي العملية سهلة. رح نسلسلها بثلاثة تمارين، تستهدف العنق والذقن، تستهدف الوجنتين، وايضا تصغير الانف والجبين. يطبق التمارين في اي وقت، لكن نحتاج الى الترطيب الكامل للوجه والعنق. كل تمرين يحتاج بين 20 و30 مرة تنفيذه فقط، مرة واحدة في اليوم. اول تمرين بيستهدف العنق والفم والذقن. راح تلاحظوا بتطبيق هذا التمرين عندي انا شد كامل للعنق والذقن وايضا لمنطقة الفم. لما انا بدي اعمل ليفتنج للخارج، لاحظوا ايضا نطبق هذا التمرين بين 20 و30 مرة. ارنبة الانف، ايضا بين 20 و30 مرة. وبيبقى المنطقة الاخيرة هي الجبين والعيون. بغرز اصابعي، لاحظوا انه انا راح ثبته للجبين بهيدا الشكل، وبغمض العيون وبسكرها. ايضا 20-30 مرة، ومرة واحدة فقط باليوم. تمارين كتير سهلة لكن النتيجة رح تكون حلوة على كامل الوجه. خلونا نتعرف على تجارب سيدات. سؤال يرد كثيرا، اجمل محتوى الله يسعدك، ممكن تقلينا اي طريقة للتخسيس؟ مشروب مثلا يحرق الدهون؟ انا معاكي، بدنا شيء مشروبات لحرق الدهون والتخسيس. كان ردي لا يوجد مشروب حارق الدهون، نظام غذائي ورياضة. صبايا، لا يوجد مشروب او غذاء بنحف ولا مشروب وغذاء بنصح، الموضوع متكامل، غذاء صحي ورياضة. نحدد مدخلات جسمنا ونحن كيف بنستهلكها. ما حدا يقول لي سمعت فلان عم يحكي وفلان عم يحكي، مع الاحترام للجميع، تنظيم الوجبات الصحية هو اهم نقطة بتحديد الوزن. لكن اذا حابين تخفضوا وزنكم، القاعدة كتير بسيطة، وزنكم ضرب 30 يعني عدد السعرات الحرارية حتى نحافظ على هذا الوزن. حابين نزيد الوزن، منزيد وجبة 500 سعرة حرارية، او اذا حابين ننزل الوزن مننزل سعراتنا الحرارية بمقدار وجبة 500 سعرة حرارية. التنوع في الغذاء حتى ما يصيبنا نقص بالمواد الغذائية الضرورية للجسم. بتمنى لكم الصحة والسلامة، وإذا كنتوا حابين استشارة بتقدروا تسجلوا عندي استشارة، بكون معكم لمدة شهر بشرح لكم الأنظمة الغذائية كلها. بتشكركم، وما تنسوني من كومنت حلو ولايك وشير.